أكيد ليا، ورح نبقى بمساحاتنا الطبية، ولكن هالمرة مع عالم الأسنان، وحنروح بعالم طب الأسنان ولكن بخدمات عم تقدمها مراكز يس سمايل التابعة لمجموعة إليت هير. رح نحكي ضمن فقرتنا عن مصطلح براند في طب الأسنان وآلية اختيار عيادة الأسنان لدى المرضى. أيضا رح نحكي عن الخدمات الطبية اللي عم تقدمها يس سمايل وغيرها من المعلومات مع الدكتور مهدي صندوق من طواقم يس سمايل الألمانية فرع سوريا واختصاص في جراحة الفم والوجه والفكين. صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا. صباح الخيرات يا هلا، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا، أهلا وسهلا فيك. بالبداية قبل ما نبلش حوارنا معك خلينا نروح ونتابع فيديو عن يس سمايل ونرجع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يعني تابعنا هيك برومو صغير عن يس سمايل حتى نشوق المشاهدين، بس اكيد اليوم الدكتور حيعطينا تفاصيل اكثر. هو يس سمايل يس سمايل بمصطلح براند هو مصطلح جديد وفكرة جديدة نحن دخلناها على البلد. هي الماركة الألمانية في مجال اختصاصات طب الأسنان. لما نحكي ماركة معناتها نحن عم نحكي عن جودة، عن ضمان بالمعالجة اللي حتقدمها هالماركة وهالمركز للمريض. لما نحكي ماركة معناتها نحن بدنا نحكي إنه بهالمركز نحن بدنا نسعى إنه تكون معايير مركزنا متوافقة مع معايير الماركة الألمانية اللي نحن جبناها لعنا على البلد. فلما يجي المريض لعنا باسم يس سمايل الألماني بهالماركة الألمانية فهو جاي على مكان بده يقدم له خدمات طبية تخصصية فيها ضمان، فيها كفالة، فيها جودة ترقى لهالاسم. وكمان نحن علينا مسؤولية انه نضل عم نواكب أحدث التطورات وأحدث الأجهزة وأفضل المواد لحتى دائما نكون عم نواكب تطور اللي هي الماركة الألمانية بالبلد الأم عم تتطوره بشكل مستمر. طيب دكتور ذكرت الخدمات اللي بيقدمها اليوم مركز يس سمايل، خلينا نحكي أكثر اليوم شو عم تقدموا لكل حدا عم يزوركم لكل المرضى؟ هلا بمركزنا في فريق عمل متكامل بيقدم خدمات تخصصية بمختلف اختصاصات طب الأسنان السريرية. بلش مثلاً خطوة خطوة. أول شيء عندنا مجال اختصاص جراحة الفم والوجه والفكين. نحن بمركزنا بنقدم كل الخدمات الجراحية اللي لها علاقة بالفم، بالوجه، بالفكين. مثلاً نحكي بعض الأمثلة. عندنا أول شيء مجال قلع الأسنان بأبسط الحالات لأعقد الحالات. عندنا قلع الأسنان الجراحي. مثلاً عنا حالات دراس العقل اللي كتير هي عم نتابع هاي الحالة دكتور فينا هيك أكيد نعقب كمان على الفيديو بمركز يس سمايل بأبو رماني مثل ما تابعنا تماماً. الطرق العلاجية وشفنا كيف بعد مرور أسبوع صحيح. من العلاج تماماً. فنحن كنا عم نحكي إنه من أشياء العمليات الجراحية هي عمليات دراس العقل المطمورة اللي بيعانوا منها أغلب المرضى وهي أشياء عشية عند المرضى. عندنا كمان بعض الأورام، الآفات، الأكياس اللي ممكن تنشأ بالفكين. عندنا بعض الإجراءات الجراحية التجميلية اللي ممكن وقابلة للإجراء تحت التخدير الموضعي مثل تصنيع الغمازات، مثلا معالجة الابتسامة اللثوية الجراحي، قطع اللثة التجميلي، بالإضافة لعمليات مثلا قلب الشفة الجراحي أو الليب ليفتينج. في بعض المرضى بيكون عندهم شفة رقيقة وطويلة عكس المرضى اللي بيكونوا عندهم شفة قصيرة بيعانوا، يعني هي الحالة عكس حالة الابتسامة اللثوية. يكون في بعض المرضى أو بعض السيدات عندهم شفة رقيقة، شفة طويلة، فبهالعملية بصير شفة بصير فيها امتلاء تشريحي فوليوم تماماً، فوليوم صحيح، يعني ما بتحتاج المريضة للفيلر، وبالإضافة لقلب الشفة بتعطيها طول صحيح. لكن يس سمايل هو مو بس شيء تجميلي، هو ايضا شيء علاجي. نحن علاجي تجميلي تماماً. فينا نقول تجميلي جراحي وغير جراحي. هي بمجالات الجراحه، بالاضافه طبعا لمجال زرع الاسنان وكل شيء بيتعلق بزرع الاسنان والتطعيم العظمي وكل شيء له علاقه بمجال زرع الاسنان. نحكي بشوي بمجال التجميل كمان عندنا اطباء اختصاصيين بتجميل اللثه وتجميل الاسنان وابتسامة هوليوود. عندنا أطباء أخصائيين بعلاج أسنان الأطفال، بتعرفي شريحة الأطفال بدها
اختصاص بالدموات في خاصة، في كلينك خاص بالأطفال، كلينك خاص وأجهزة خاصة. في أوكي كتير حلو، يمكن ما عندنا أبدا بالبلد كلينك خاصة في بس قليل، يعني هو كله مبدأ التخصص، كله مبدأ جديد صاير عم ينتشر بالبلد. نحن بيستثمار عم نحاول نرسخه بشكل أكاديمي، فأطفال أسنان الأطفال والأطفال شريحة الأطفال بدهم تعامل خاص، بدهم أجهزة خاصة. فعنا أطباء مختصين بعلاج الأطفال، خاصة بتوفر جهاز غاز النيتروز التركين، كتير بيريح الأطفال وبيساعدهم، بالإضافة لأطباء أخصائيين بتقويم الأسنان بأحدث الأجهزة وأحدث المواد، بالإضافة لاختصاص عنا أطباء خاصين بمدوات الأسنان وإجراء نسميه بشكل بالعامي سحب العصب المعقد اللي بيكون بده أجهزة وخبرة خاصة. دائما لا وقت اللي بدنا نزور أي طبيب نسأل عنه قبل، وخاصة بموضوع الأسنان، يعني بيكون عنا هيك حذر بانتقاء إن كان العيادة أو كان اسم الطبيب اللي حيكون مشرف على حالتنا. اليوم من خلال عملك ومن خلال خبرتك، شو هي أهم الأساسات المفروض اليوم المرضى أنه يتبعوها باختيار إن كان العيادة أو اسم الطبيب؟ هلا بشكل عام لما انا كمريض اذا بدي اروح ادور على مركز او عياده خاصه بطب الاسنان، بدي الحق اول شيء السمعه، وهالسمعه لها اساسات بتكون مبنيه عليها. بالدرجه الاولى نظافه المكان، عقامه المكان، هي خط احمر، هي خاصه بالفيروس هلا تماما كثير مهمه موضوع العقامه، خاصه بمجال طب الاسنان الجراحي والتجميلي كثير مهمه العقامه. فلما تكون العقامة كتير مدروسة وكتير صارمة بالمركز، هي أول نقطة أنا كمريض بدور عليها. طبعاً بشكل بالمرحلة الثانية بعد العقامة بتجي جودة الخدمات الطبية اللي عم يقدمها المركز، الحرفية اللي عم يقدمها المركز، طريقة تعامله الكادر كله الطبي والإداري، طريقة تعامله مع هالمرضى كيف عم تكون، كلها هي بتعمل عامل جذب للمراجع وللمريض انه يراجع هالمركز. ومن ضمن عوامل الجذب دكتور، خلينا نحكي عن الكوادر والاطباء الموجودين ب يس سمايل بمركز بابو رماني. خلينا هيك نحكي، يعني حكينا انه في كلينيك للاطفال الكبار، علاجيه تجميليه وجراحيه ايضا. خلينا نحكي عن الاختصاصات، ومثل ما معروف اطباء سوريا وخاصه طب الاسنان هن النمبر 1 وخاصه بالعالم، يعني وبيجوا من كل انحاء العالم لحتى يتعالجوا عنا بطب الاسنان. خلينا نحكي عن الكوادر، عن اختيار الدكاتره الموجودين، على اي اساس، شو هي الخبرات الموجوده. دائما يمكن بنقول بنحب نروح على دكتور يكون عنده خبره، كبير بالعمر شوي، يمكن بعض الناس عندهم حذر من الدكاتره يلي هلا متخرجين. نحن على اي اساس ضمن المركز يس سمايل اخترنا اطباءنا؟ هلا بمركز يس سمايل مثل ما حكينا، بما انه هو مركز تخصصي فهدفنا كان انه نشكل فريق عمل متكامل. اوكي، فنحن رحنا على الاختصاصات اللي مختلفة السريرية اللي لها علاقة بالتعامل المباشر مع المريض، أمنا كوادر اختصاصية في كل اختصاص بهالمجالات، كوادر عندها خبرة، كوادر عندها أعلى الشهادات وأفضل الخبرات السريرية، حتى نقدر نأمن هالخدمات اللي فعلاً ترضي المرضى وتحافظ على سمعة الطبيب السوري مثل ما تفضلتي. طيب دكتور، ذكرنا التقنيات الموجودة بمركز يس سمايل، خلينا هيك نسلط ضوء أكثر، نتوسع أكثر. اليوم هل التقنيات الموجودة عندكم موجودة بمركز ثاني؟ وإذا وجدت يمكن في أكيد فرق، يعني إن كان بالخبرة، إن كان بالكوادر، وإن كان بنوع الأجهزة يعني كمان. مثل ما بتعرفي هلا مجال طب الأسنان مجال واسع وفيه كتير منافسة قوية. نحن نحكي عن مركزنا بشكل خاص، نحن هدفنا انه مثل ما حكينا اول شيء انه نرقى لاسم هالبراند الالماني اللي نحن دخلناه على البلد. فهدفنا كان انه نأمن افضل الاجهزه وافضل المواد واحسن الادوات اللي ممكن تلبي هالشيء. نعطي بعض الامثله، مثلا حكينا عن جهاز التركين، جهاز غاز النيتروز، هو تركين امن طبعا ما فيه اي مشاكل، هو يعني امن جهاز تركين ممكن يتوفر بالعيادة، ما فيه أي آثار جانبية، كتير مفيد للأطفال، لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى المرضى البالغين اللي عندهم بيكون فوبيا أو تخوف من زيارة الطبيب كتير بيفيدهم وبيريحهم. للحامل، للمرضعة، حامل مرضع ما في أي مشاكل، آمن بشكل تماماً. وميزته هالجهاز أنه بتما
نشال الغاز عن انف المريض دغري دقيقتين بيصحى بيحمل حاله بيروح على بيته حتى لو ما معه مرافق. يعني هي يمكن خبريه كثير مهمه لكل الاشخاص يلي عندهم رعب، كلنا عندنا رعب من طب الاسنان وتصليح الاسنان. دكتور عم نحكي عن تقنيات كثير مهمه، تقنيات ألمانية، مركز ياس سمايل بيقدمها لكل الناس، ولكن خلينا هيك نروح ونحكي لكل حدا هيك عم يتساءل عن الأسعار. يعني هلا بظل الوضع يلي عم نعيشه يمكن بنقول لا ما حصلح أسناني بدنا نحط مبالغ هائلة، هل هي بتتلائم مع الوضع المعيشي؟ هل بيقدروا كل الناس وكل شرائح المجتمع أنهن يلجأوا لمركز ياس سمايل؟ لأن إحنا لما نحكي عن موضوع الأسعار بمركزنا نحن كتير كنا حريصين أن تكون الأسعار مدروسة بشكل كتير دقيق. أوكي. يعني نحكي عن أسعار تتلائم وتتناسب مع جودة الخدمة وجودة المعالجة اللي عم تتقدم، وأسعار عم تتلائم مع طبيعة المواد اللي عم تتقدم. أنت لما تحطي أفضل المواد، هي المواد كلها مواد غالية، فنحن عم نحاول قدر الإمكان أن تكون أسعارنا تلبي هي مواد ألمانية صح؟ تماماً. ولا هي مصنعة، هي براند ألمانية فينا نصنعها بسوريا؟ مواد ألمانية، مواد ألمانية وغير ألمانية، بس كلها من أصل ألماني وأجنبي كتير راقي. فنحن لما نحكي عن الأسعار نحكي عن أسعار تكون متناسبة مع هالمواد وهالخبرات وهالجودة المعالجات اللي عم تتقدم للمرضى. فالأسعار كتير مدروسة، كتير عم نحاول نعطي أفكار تقدر تريح المراجعين قدر الإمكان، حيث نقدر نقدم خدماتنا لأكبر شريحة ولكل الناس اللي بتحب تزورنا. دكتور هلأ نحن نعرف أنه دائماً عملية الجذب كتير مهمة، يعني لأي مركز جديد أو أي مركز حتى لو كان عنده له مدة منيحة بالبلد، ولكن دائماً بيروح الكادر الإداري أنه يعمل شيء يجذب الناس، إن كان بالإعلام إن كان بالإعلان إن كان بالعروض اللي بيقدمها المركز. اليوم شو عم تشتغلوا لحتى تضل يعني خلينا نقول الضوء عليكم؟ تمام. هلا مثل ما نحن كادرنا الطبي الحمد لله كادر تخصصي ومحترف، كمان الكادر الإداري عندنا والكادر الإعلامي بمركزنا كمان كادر ذو خبرة واحترافية عالية. فنحن المريض لما يجي لعنا هدفنا إنه مو بس هو إجا وخلاص راح والله معكم، لا، نحن عندنا شيء اسمه الأفتر كير، دائما عندنا متابعة للمريض، نشوف الفيدباك تبع المريض، رضا عن المعالجة، صار عنده مشاكل اختلاطات في شيء زعجه. فالمريض من قبل ما حتى يفوت لعنا على المركز في تواصل معه وقته المناسب، بشوف هو اي شيء رغبات خاصه ممكن يكون يحتاجها، وبعد ما تتقدم له الخدمه العلاجيه ويطلع كمان في تواصل مع المريض، نشوف رضا الخدمة الطبية اللي عنده، صار عنده مشاكل، عنده أي أوجاع صار بعد الخدمة، حتى دائماً نتأكد أنه مريضنا مرتاح بشكل كامل ما في أي مشاكل. دكتور كتير عم نشوف بالآونة الأخيرة موضة الهوليوود سمايل، فينير، لومينير وتقنيات كتيرة صارت بالبلد، منا عم يشكروا منا الناس اللي جربوها ومنهم ندموا ويمكن بردوا سنانهم وراح الأساس تبع السن. اليوم نحن ضمن كادرنا قديش مهم أنه مثل ما قلت نتواصل مع المريض، وخاصة من الناحية التجميلية، إذا بيتلائم يعني أي نوع من التجميل مع الأسنان، وخاصة نعرف أنه صحة الجسم كلها من الأسنان من اللثة، إذا كانت سليمة عن جد، إذا كانت سليمة فجسمنا كله سليم. اليوم يعني إذا حدا مندفع وخاصة يمكن عمر مراهقة عمر شباب بدنا ابتسامة حلوة، هل منعرض عليهم حلول بديلة مع المحافظة على الأسنان الأصلية؟ هل نحن منعطيهم نصائح؟ منعطيهم يمكن من خبرة أطبائنا أنه بيسوى تعملوا ولا لا؟ ممتاز. هلأ سؤالك كتير مهم صراحة، لأنه فعلا مثل ما تفضلتي صايرة الموضة حاليا هي موضوع هوليوود سمايل يعني. وهالقصص صحيح، هو موضوع فعلا لما يقلب لتجارة للأسف كثير ببلش الأخطاء وتبلش العمل مو دقيق. إذا فينا نحكي لازم كل مريض ندرس حالته بشكل علمي بشكل صحيح. لما يجينا المريض نعمل استشارة كاملة من مختلف الاختصاصات، نشوف الحالة ندرسها بشكل دقيق، ندرسها بشكل علمي،
مو بس احنا هدفنا انه والله حطينا والله مثلا عدسات وفينيرات حلوه وبيضه ومشي الحال، لا احيانا بيكون هالشيء اذا مو بمحله بيكون مؤذي للمريض. فلما تندرس حاله المريض بشكل دقيق نشوف اذا المريض في عنده استطباب بنحط هالفينير وتنعمل هالابتسامه، ولا في حلول ثانيه، ولا في مراحل قبل هالابتسامه لازم تكون. مثلا في بعض المرضى ممكن ننصحهم اول شيء يعملوا تعديل تقويمي، ينعمل مثلا تقويم بدايه للاسنان تماما حتى تضبط، حتى تضبط صفه الاسنان، تضبط الاطباق بين الفكين، ما يصير في مشاكل باللثه، ما يصير في مشاكل بالمفصل. فممكن احيانا ننصح المريض انه يعمل اول شيء تعديل تقويمي للاسنان، ممكن ننصحه يعمل مثلا تبييض ليزري او تبييض منزلي، يرجع لون السن الطبيعي، نشوف بقى هو النتيجه اللي حصلناها ورضا عن النتيجة. ممكن بعدين نلجأ للفينيرات وابتسامة هوليوود لما نلاقي أنه هالحالة فعلاً طبياً بحاجة واستطباب صحيح، وبنحصل على نتيجة فعلاً تكون نتيجة علمية صحيحة ويرضى عنا المريض بشكل دقيق. دكتور، اليوم أنتم موجودين بدمشق فقط بأبو رمانة؟ حالياً شو مشاريعكم لقدام؟ هل عم تفكروا اليوم يكون عندكم أفرع بباقي المحافظات السورية؟ هلا كخطوة أولى نحن بأبو رمانة بدمشق، بدنا طبعا هدفنا إن شاء الله نثبت حالنا، نكون فعلا عند رضا المراجعين ورضا نحافظ على سمعة الطبيب السوري، نحاول دائما نجيب أحدث التقنيات، أحدث الأجهزة اللي بترقى لاسم ماركة يس سمايل. قريبا هدفنا إنه نجيب جهاز الليزر اللي كتير بيعمل جراحات آمنة ونتائج تجميلية جراحية وغير جراحية، ولاحقا إن شاء الله في يعني توسع ممكن. وأهم شيء بيس سمايل إنه الألم أخف من أي مركز تانية. دكتور، يعني هيك خلينا نوضح ليش أنا بدي أختار يس سمايل. أوكي، عندكم تقنيات مهمة، عندكم الغاز المخدر هو كتير مهم، ولكن ليش أنا بدي أختار هيدا المكان؟ هيك خلينا نخبر المشاهدين كطبيب عم تشتغل بيس سمايل. تمام، أنا كل حكي كخلاصة معناتها تلخص الأفكار اللي حكيناها. أنا لما أجي على يس سمايل كمراجع أنا جاي عرفان إنه في عندي فريق عمل متكامل رح يتابع لي حالتي. نحن عنا المريض ممكن نشوفه كذا طبيب، عدة أطباء بيدرسوا حالة المريض، كل حالة كل مشكلة عنده تتحول لعند اختصاص معين. ففكرة الفريق العمل، فكرة التخصص بمجال طب الأسنان هي اللي كتير هلأ مهمة واللي كتير نحن عم نركز عليها، بالإضافة لأفضل المواد اللي نحن عم نحاول نقدمها للمريض بأفضل الأسعار وأنسب الأسعار وبالخدمات المضمونة والمكفولة اللي بترقى لاسم يس سمايل وماركة يس سمايل. حتى الزرعات اللي نحن عم نأمنها للمرضى بمجال زراعة الأسنان عم نتواصل مع أفضل الشركات العالمية وأحدث أنظمة الزرع لحتى نقدم أفضل خدمات زراعة الأسنان والخدمات الثانية يعني التجميلية والعلاجية. يعني منخبر كل المغتربين إذا حدا حابب يجي يصلح أسنانه ووقته ضيق، في أكاونت أو إيميل يتواصل معكم يبعث لكم يمكن الصورة، صورة أسنانه، نحن نرتب له أموره ومواعيده ووقته ونقدم له هي التسهيلات. خلينا نحكي عن هي النقطة. تماماً، هي وظيفة الكادر الإداري اللي كنا عم نحكي عنه. أوكي، كيف فيهم المغتربين يتواصلوا معكم لكل حدا هلا عم يتابع؟ أرقام المركز تبعنا إن كان واتساب أو إنستغرام. تماماً، دائماً في عنا الموظفين الإداريين على الواتساب بيتواصلوا مع كل المرضى سوريا وخارج سوريا، بيبعثوا لهم استشاراتهم وبنرد عليها وبنعطينا رأينا الطبي واللي حسب استشارة المريض ليأخذ فكرة عن الحالة تبعه وشو ممكن يحتاج علاج ووقت. أكيد دكتور، بنتمنى التوفيق لك الكادر يس سمايل. اللي بنهاية حديثنا لليوم حابب اليوم ضوي هيك على شيء نقطة قبل ما نودعك. آخر شيء بتشكر استضافتكم الكريمة. أهلا وسهلا، ونتمنى دائما نحن نكون عن فعلا عن حسن ظن مواطننا السوري، نقدر نحافظ على سمعة واسم الطبيب السوري اللي فعلا سمعته كثير طيبة جوا البلد وخارج البلد،
ونتمنى السلامة للكل إن شاء الله. دكتور مهدي صندوق، شكرا كثير لك، وأكيد تحياتنا لكل كادر مركز يس سمايل. خلينا هيك كلنا مو دعاية، هو بدنا نجرب أول شيء ونعطي رأينا بمركز جديد ضمن تقنيات جديدة، يعني شيء بفائل، وخاصة من الناحية الطبية قديش نحن مهم إنه نتطور، مهم إنه نواكب التطورات بما يريح المريض ويريح أيضا هو من الطبيب. نحن من اسم مركزنا يس سمايل نبين شو هدفنا. أكيد نحن عم نقول للمرضى يس سمايل، بتسمو بتسمو. نحن هدفنا ننشر الضحكة عند كل المواطنين إن شاء الله يا رب، هيك الأمور تفرج على كل الناس بكل النواحي. شكرا كثير لكم، موفقين، ميرسي. شكرا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك.